موقف المغرب حازم وثابت في الرفض القاطع لإقامة مراكز استقبال على ترابه، وهذا جرى تأكيده. إحداث مراكز استقبال هو مجرد تصدير للمشكل وليس حل للمشكل، في حين نحن نحتاج إلى حل على المدى البعيد وليس فقط حل آني ظرفي. ثانيا، المغرب اختار أن يدافع عن مقاربة إنسانية متعددة الأبعاد، قدم فيها النموذج عندما نرى عملية تسوية وضعية أزيد من 50,000، زائد قبول حوالي 3,000 المشاركة في إطار برنامج الترحيل الطوعي، وفي نفس الوقت أقدمت بلادنا على طرح هذا الموضوع على المستوى الإفريقي، وهي مقاربة رعاها جلالة الملك منذ 2013 وتبتلت في استراتيجية وطنية، ونحن الآن نطرح هذا الأمر على المستوى إفريقيا ككل من أجل بلورة استراتيجية وطنية ككل. فلهذا لا يمكن أن نقبل بشيء يناقض هذا العمق الإنساني المرتبط بمعالجة إشكالية الهجرة. نعم، بالنسبة إلينا نؤكد في نفس الوقت على ما يسمى بتحمل المسؤولية المشتركة. نحن إزاء ظاهرة تطور من آلية اشتغالها، استعمال ما يسمى بالزوارق النفاثة Go Fast. هذه السنة بشكل غير مسبوق تم تفكيك أزيد من 80 شبكة تنشط في مجال الهجرة السرية والتجارة في البشر، و يعني الأمر لم يقف فقط عند رصدها بل أيضا العمل على تفكيكها. كما تتابعون، تصريحات المسؤولين الأوروبيين تشيد بالمغرب وبسياسته، وآخرها التصريحات التي صدرت على المسؤولة الإسبانية المكلفة بالهجرة. وفي نفس الوقت نحن نؤكد على الحاجة إلى معالجة بعيدة المدى ذات عمق إنساني تنتج عن تنسيق مشترك، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول فكرة إحداث مراكز استقبال. في نفس الوقت أود هنا الإشارة إلى أن المغرب وهو يطرح هذه السياسة يعمل على الترافع عليها عالميا، بعد الترافع على مستوى القارة الإفريقية والمستوى أوروبا. الآن بلادنا ستحتضن إن شاء الله في شهر دجنبر منتدى عالمي أو مؤتمر عالمي حول إشكالية الهجرة، والمقارنة بين الماضي والحاضر، الآن التجربة المغربية خاصة تسوية الأوضاع ديال المهاجرين والتصدي الفعال لشبكات الهجرة السرية، هي موضع تقدير وإشادة كما أشرت.